المشكلة إنه لما انقصفوا بحوالي رشقات دبابات 14 قذيفة وسكتوا راحت الناس ورحنا وعلى أساس إخلاء الجرحى إخلاء الموقع. أثناء تواجد الناس قاموا بالقصف مرة أخرى. هذه الحكومة الإجرامية وارتكاب المجازر وهدم البيوت في بلاطة وفي جنين وفي رفح، وحذرنا الحكومة الإسرائيلية وقلنا للحكومة الإسرائيلية بأنه سياسة ضبط النفس من الطرف الفلسطيني لا يمكن أن تستمر، وسيكون هناك رد قاسي وعنيف، وفي اللحظة التي تتجاوز فيها الحكومة الإسرائيلية كل الخطوط الحمراء لا خطوط حمراء لدى الطرف الفلسطيني، دمنا لا يمكن أن نسمح بأن يستباح بهذه الطريقة من قبل الحكومة الإسرائيلية. The Palestinian Authority and their leader must understand one thing. Whatever their national aspirations are and whatever they're trying to achieve, there isn't going to be here, whether today, tomorrow, or in the distant future, a Palestinian terrorist entity. Never. We will take all the necessary measures today, and we will pursue the terrorists, whoever they are and wherever they are. They could be members of 417, they could be members of the Palestinian Security Forces, they could be members of Tanzim, Islamic Jihad, Hamas. There will be no safe haven and no sanctuary and no immunity in any place in the territories. وأقول للكلب الحقير شارون أنت إنني سوف أرد الصاع صاعين، وإنني سوف أنتقم لأهلي في مخيم بلاطة، مخيم جبل النار، ومخيم الشهداء، مخيم جنين، وكل الشهداء في فلسطين. والله أكبر.